وفي حالة هجوم أحد المفترسات على الأخطبوط، يفرز سائل داكن معروف مجازياً بالحبر يعكر الماي اللي حوله، ويؤدي هالشي لإرباك المفترس اللي ناوي يهجم عليه، ويأثر على قدرته على الرؤية بشكل مؤقت، واللي يعطي الأخطبوط وقت علشان يسبح بعيد عن الخطر، ويقدر الحبر هذا أنه يأثر على قدرة الشم والتذوق عند المفترس لفترة،